يا حبيبي ايهم، وين صوت وين صوتكم؟ الصوت الوحيد اللي كنت عم بسمعه كان صوت بيانو صديقي إليها يلي ضل جوا المخيم. لسه عم بلعب بهاي الحارات والشوارع يلي اسمائها على اسماء مدن فلسطين. بتلاقينا عم بلعب من لوبيا لحيفا ليافا. هون جابني ابوي وانا صغير وحطي بمحل البسه اشتغل. بس ما طولت اسبوع وهربت على سكليتة صاحب المحل يلي ما قدر يلحقني. الشارع كان كثير عجقة ومليان الناس وكان يوم واقفة. وهون بيتي هون 30 سنة ما بعرف كيف اختفوا. بس بتذكر هون كيف كنا نجمع حالنا واحنا صغار ونطلع على ملعب شاكر نقطف بيت الجان ونلعب فوتبول ونرجع كلنا تراب. مكتبة الرشيد هون على اليمين، يعني هون كنت كل يوم في الصبح واجي اقرا الجرايد كلها ببلاش. وابشادي 10 سنين ما مل مني. كنا لما نسمع انه في شهيد نجيب الاعلام ونجمع حالنا ونطلع. Thank you.
يمكن هاي الشجرة كانت أكثر شجرة يوقف عليها عصافير بالعالم. وكنت كل ما أمرق من تحتها أزقف، وكانت العصافير اللي على الشجرة تسكت لثانيتين أو ثلاث ثواني. هلا أنا ما بعرف ليش كانت تسكت، بس مرة كنت أنا وفيقي طالعين الصبح وقفنا تحتها وزقف وسكتت العصافير. بعدين أنا صرت لحالي كل ما واقف تحت الشجرة أزقف، وكان يسكت. بعدين سألت رفيقي عن الشجرة والعصافير، حكالي العصافير راحوا ماتوا، أكلوهن أولاد المخيم من الجوع.
انطق منها الاغاني نسيت اسمي نسيت الاحرف والمعاني نسيت الكلمات التي انطق منها الاغاني نسيت صوتي صورتي حتى مكاني نسيت شقى طريقي الى السماء الى الانسان الى المجد الذي كان فلسطيني فلسطيني انا سوري توقف الزمان وعند صندوقي وأن